مرحبا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي سنتابع فيها مستجدات مشاورات الكويت على ضوء رفض الميليشيا الالتزام بما تم الاتفاق عليه من جدول أعمال للمحادثات. مرة أخرى عادت المحادثات في الكويت إلى نقطة الصفر، وبينما اعتقد البعض أن المحادثات تجاوزت عقبة النقاط الخمس بعد الاتفاق على ما أسماه المبعوث الأممي إطارا عاما للحل، وأن الوفدين سيلتقيان أخيرا للتوافق على حل للأزمة، عاد وفد الميليشيا لرفض ما تم الاتفاق عليه. وبحسب مصادر في الكويت فإن وفد الميليشيا رفض الاتفاق الذي أقر وأقر نقاش جدول الأعمال مسبقا، وأصر خلال لقائه بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن على تمسكهم بالحل السياسي قبل تسليم الأسلحة أو الانسحاب من المحادثات. على ضوء ذلك تقرر إلغاء جلسة مشتركة كان من المقرر أن يعقدها ولد الشيخ مع رؤساء الوفود وثلاثة أعضاء من كل طرف، ويبقى مصير المباحثات معلقا بدون أي مؤشرات لوجود نية لدى وفد الميليشيا بالانخراط في حل ينهي الحرب ويعجل بالسلام. مستجدات محادثات الكويت ومصيرها عقب رفض الميليشيا الالتزام بالاتفاقات الرامية إلى التوصل إلى حل للأزمة ستكون محور نقاشنا لهذا المساء، ولكن قبل البدء بالنقاش نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود. تكرموا بالبقاء معنا. لم يتغير شيء في مسار المحادثات المنعقدة في الكويت، والطريق الذي اعتقد الجميع أنه فتح بعد إعلان المبعوث الأممي الاتفاق على إطار عام للشروع في المحادثات لا يزال طريقا وعرا وغير صالح للمرور حتى هذه اللحظة. بعد بيان من مجلس الأمن وتدخل من أمير الكويت، أعلن ولد الشيخ أنه تمكن من تحقيق اختراق يسمح باستئناف المحادثات التي كانت مهددة بالفشل مع استمرار رفض وفد الميليشيا الموافقة على جدول أعمال اللقاء، ولكنه ظهر في المؤتمر الصحفي يقدم شرحا غير واضح عن الاختراق الذي حققه. التقدم الذي انتظره الجميع كان يفترض أن يتحقق على مسار إقرار أجندة المحادثات والشروع في بحثها، لكن المبعوث الأممي ظهر متحدثا عما أسماه الإطار العام للمفاوضات، وهي صيغة جديدة للرؤية الأممية لحل الأزمة اليمنية على ما يبدو، وتشمل الأبعاد الأمنية والاقتصادية والسياسية للمرحلة المقبلة بحسب ولد الشيخ. لقد عرضت على الأطراف إطارا عاما يجمع محاور عدة تشمل الأبعاد الأمنية والاقتصادية والسياسية للمرحلة المقبلة. تم تصميم هذا الإطار انسجاما مع قرار مجلس الأمن الدولي 2216 وانطلاقا مما اتفق عليه في بيل في ديسمبر 2015. لكنها لا تقول شيئا مختلفا عن كيف ستمضي المحادثات القائمة. الإطار العام الذي قدمه ولد الشيخ يبدو صيغة فضفاضة تتجاوز عقبة النقاط الخمس التي توقفت عندها جولة الكويت وعطلت مسيرة المفاوضات قبل انطلاقها الفعلي، والأرجح أن هذا الإطار ذاته سيكون عقبة أخرى عند الدخول في التفاصيل. كان من المفترض أن يعقب الاتفاق على هذا الإطار الشروع في المحادثات بين وفدي الحكومة والميليشيا، لكن ذلك لم يحدث، واكتفى المبعوث الأممي بعقد اللقاءات المنفردة بالوفدين لبحث العودة إلى طاولة المفاوضات بعد أن ثبت أن ذلك الاختراق الذي تحدث عنه لم يكن اختراقا حقيقيا بل دورانا في ذات الحلقة المفرغة. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وأبدأ حلقتنا مع ضيفي من الكويت الصحفي المرافق للوفد الحكومي السيد حتلايا. سيدي حيا مساء الخير. مساء النور أخي بشير، أهلا بك معنا في هذه الحلقة من زوايا الحدث. بداية يحيى، بعد أن أعلن أو أعلن بالأمس من قبل المبعوث الأممي الاتفاق على الشروع في المباحثات بالأجندة المقررة في بيال السويسرية، اليوم يرفض وفد الميليشيا، ما الذي يجري بالضبط؟ مساء الخير عليك وعلى مشاهدي ومستمعي قناة بلقيس الفضائية. أولا بالبارحة أعلن ولد الشيخ بعد لقاء أمير الكويت بالوفود الوفد الحكومي والوفد الشرعي والوفد الإنقلابيين، وأعلن في المؤتمر الصحفي عن التوصل إلى اتفاق، وكنا قد سمعنا عن اجتماع الفئة لمدة 13 دقيقة بين الوفدين برئاسة المبعوث الأممي. اليوم التقى المبعوث الأممي صباحا بعض الوفود منفردة، وكان من المفروض أن ينعقد اجتماع مساء اليوم لرئيس رؤساء وفود الطرفين وثلاثة من كل وفد، لكن تعذر اللقاء بسبب يبدو تعنت من قبل الحوثيين. هناك حركة نشيطة وتواصل كبير تجريه سفارات الدول 18 الراعية للمشاورات ودول الخليج، إضافة إلى دولة الكويت.
ولا تزال الامور مستمره، لان الحوثيين يبدو مضطربين ولا يمتلكوا قرار نعم ثابت تجاه الامر، ويبدو عنده اتجاه نعم المساله. نعم، متى ستثمر هذه التحركات النشطه التي ذكرتها استاذ يحيى في من قبل الكويت والدول العشر الراعيه لهذه المفاوضات وايضا برعايه الامم المتحده؟ ليس بالضرورة أن تثمر، ليس كل التحركات تثمر، أنا أتحدث عن واقع، هناك حركة نشيطة، هناك محاولات أكثر من متعددة، لكن الحوثيين يبدو أنهم يدركون أن مغالطتهم للمجتمع الدولي والمجتمع المحلي إضافة إلى خسائرهم التي تلقاها في الميدان لم تعد تسعفهم، ويحاولون التشبث بأي وثيقة. رأيناهم يتحدثون عن انتقال سياسي، رأيناهم يتحدثون عن حكومة انتقالية، رأيناهم يتحدثون عن غيرها من الأوهام. لا يبدو هناك في الأفق رؤية واضحة للاستقرار. أتوقع أنه بعد لقاء أمير الكويت سيتم الشروع في طبطبة معينة والوصول إلى خروج مغادرة الكويت بأشبه ما يمكن قوله مأوي. إضافة إلى الأمم المتحدة في بيانها قبل يومين تحدثت عن وضع خطة أمنية خلال 30 يوم، قد تكون 30 يوم هذه موعد يبنى عليه، ثم لا تأتي 30 اليوم. وكما تأخرت المشاركة السابقة في بيل التي كان مقرر لها أن تنعقد بعد 14 يوم استمرت 14. نعم، يعني المفاوضات الأخيرة أو اللقاء الأخير الذي أجراه يحيى مع أمير الكويت مع وفد الميليشيا لحد الآن لم يعني تظهر نتائجه حتى اللحظة، ولازلتم تنتظرون وينتظر المفاوضين في الكويت لهذه المشاورات وهذا اللقاء أن يثمر وتخضع الميليشيا تستجيب لهذه النقاط التي تم تحديدها في المفاوضات؟ أمير الكويت التقى الطرفين، التقى وفد الحكومة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأستاذ عبد الملك المخلافي، والتقى وفد الانقلابيين الحوثيين ومن معهم من مرافقيهم من أتباع صالح، مجرد مرافقين لا أكثر. نعم. ليس يعني قد يكون حرص دولة الكويت الشقيقة حكومة وشعبا على إنجاح المفاوضات وجعل الكويت محطة سلام في اليمن، لكن الكويت أيضا هي تدرك أولا لأنها عضو في تحالف عربي يسعى لإعادة الشرع في اليمن، وبالتالي من الطبيعي أن تكون جهودها في ذات السياق. نعم. يعني من باب اختيار أن ما قد يتحقق بالسياسة يفضل أن يتحقق بدون الحرب، لكن لا بد من وضع إعادة المياه إلى مجاريها. نعم. وهي أهمها الساعات الشرعية في اليمن وتحقيق ما ورد في القرار 22/16. نعم. والمضي فيما اتفق عليه في بيل. نعم، تكرم بالبقاء معنا أستاذ يحيى، ينضم إلينا الآن من الكويت رئيس الفريق الاستشاري لوفد الحكومة في مفاوضات الكويت والمستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية الأستاذ نصر طه مصطفى. أستاذ نصر مساء الخير. مساء النور، مرحبا، أهلا بك أستاذ نصر معنا. بداية، يعني تم الاتفاق بالأمس حول أجندة المشاورات وكان من المتوقع بعدها التقاء الوفدين اليوم، لكن هذا لم يحدث، ما السبب وراء عدم عقد هذا اللقاء أستاذ؟ لا جديد، طبعا لا جديد بالنسبة للمواقف الحوثيين، هم سيظلوا يمارسوا هذه الأساليب ويضيعوا الوقت، وهذه مسائل تكتيكات يعني سابقة كانوا يمارسونها من قبل، ويفعلون عكس ما يقولون أو يدعون أنهم وافقوا عليه، فلا لا جديد في هذه السلوكيات. نعم، إذن تظل هذه المماطلة قائمة اليوم حول جدول الأعمال، وغدا حول القضايا الأمنية، وبعد غد حول القضايا الإجرائية، وهكذا ستظل الأمور. نعم. ويعني وتضييع الوقت. نعم. إذن أمام هذا التضييع للوقت أستاذ نصر، ما الذي يجبر الحكومة على البقاء في مشاورات تبدو أنها فاشلة والميليشيا لم تنصاع ولم تبدي على الأقل حسن نوايا بأي بند من هذه البنود؟ بقاء الحكومة أمر ضروري وقرار محسوم، لن يغادر وفد الحكومة، نحن الشرعية، نحن الطرف الحكومي المعترف به في أمام العالم كله، ويجب ولدينا إحساس كبير بالمسؤولية تجاه شعبنا، ويعني يجب أن يدرك العالم كله أننا جادون في موضوع السلام. في بقائنا في الكويت لا يغض ولا يقلل من قدر ولا من شأن الحكومة، نحن عند أشقائنا وهم صدور واسعة، وأمس كان لسمو أمير دولة الكويت دور كبير في تليين مواقف الإنقلابيين، وهم الذين انقلبوا ولم نعم. حتى يعطوا اعتبار لمعاني ومغزى استقبال
نعم. سمو الأمير لهم يعني. نعم. أيضا في المقابل أستاذ ناصر، إذن أنتم الآن أمام كل حرص الحكومة وحرص الوفد الحكومي والرئاسة على المضي في السلام من أجل حقن الدماء، في المقابل الميليشيا لا تنصاع، هل أنتم أمام يعني الميليشيا تبحث عن تنازلات أخرى غير التي قد قدمتها وتنازلت عنها الحكومة؟ بالتأكيد الحكومة لم تقدم أي تنازل حتى الآن، والميليشيا طبعا تبحث عن تنازلات. الحكومة مجيئها من أجل السلام لا يعتبر تنازل، نحن جئنا لنبحث في 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 تنفيذ القرار 2216 بناء على رعاية دولية وتعاطف دولي كبير مع الشرعية. كل المواقف الدولية لا زالت تساند الشرعية، ونحن لا نحن جزء من المجتمع الدولي، لا نفكر بعقلية الإنقلابيين التي لا تعني مسؤولية ولا تدرك مفهوم يعني معنى المواقف نعم. المتكلبة. ولذلك نحن سباقون هنا حتى يعرف المجتمع الدولي ويستطيع أن يحدد بوضوح من هو السبب في العرقلة والإعاقة. نعم. إذا تحدثنا أستاذ نصر عن خلافات أو نقاط الميليشيا مصرة عليها وأنتم ترفضونها في الحكومة، وهي الآن محط اختلاف، على ضوءها لم يستطيع ولد الشيخ جمع الطرفين والبدء في تنفيذ هذه النقاط، ما هي أبرز هذه النقاط؟ لا، أولا نوضح أنه ليست هناك مشكلة في جمع الطرفين، يمكن أن يجتمع الطرفان في نفس الطاولة، لكن المبعوث الدولي هو الذي رأى أن يمارس هذا الأسلوب في إدارة المفاوضات لفترة محدودة بأن يجتمع مع كل وفد على حدة من أجل تقريب وجهات النظر. هذا نعم. أسلوب جيد ولا غضاضة فيه. نعم. نحن فقط لم نقدم، الحكومة لم تقدم أي تنازلات ولا مجال أصلا لتقديم تنازلات يعني. نعم. التنازلات المطلوبة هي من الإنقلابيين، والتنازل المطلوب منهم هو تنفيذ القرار الدولي والالتزام بالأجندة التي طرحها المبعوث الدولي ووافق عليها العالم كله المتمثل بمناقشة النقاط الخمس. نعم. أستاذ نصر، إذن المجتمع الدولي، موقف المجتمع الدولي أمام هذه المماطلة من قبل ميليشيا الحوثي وعدم الشروع في محادثات يعني رئيسية ومباشرة والبدء بتنفيذ النقاط المتفق عليها في هذه المفاوضات، إذن إلى متى ستستمر المجتمع الدولي يعطي الوقت الميليشيا للتفاوض أكثر والمماطلة أكثر؟ هذا السؤال وجهه للمجتمع الدولي وليس لنا. نعم، أقصد إذا كان هناك يعني رشح أي ردود فعل من قبل المجتمع الدولي بحكم قربكم من. لا حتى الآن المجتمع الدولي حقيقة يتحلى بالصبر، مثل الوفد الحكومي يتحلى بالصبر وسعة الصدر، والأمور تحتاج إلى وقت. ما جرى في اليمن ليس سهلا ولا يمكن حله في يوم أو يومين ولا أسبوع أو أسبوعين. الموضوع كما لاحظتم اليوم كان هناك تصريحات للمبعوث الدولي قال أنه ليس هناك سقف زمني محدد، ونريد أن نغادر الكويت بعد أن نحقق السلام، ونحن نتفق معه في ذلك. نحن نريد أن نغادر الكويت وقد يعني اتفقنا على أسس استعادة الدولة وإعادة السلام والأمن نعم. والاستقرار إلى اليمن. نعم. إذا تحدثنا عما أسماه ولد الشيخ إطارا عاما أستاذ نصر للحل في اليمن والذي تم الاتفاق عليه بالأمس، يعني أبرز هذه المرتكزات وهذا الإطار ما هي؟ هي النقاط الخمسة المعروفة التي جرى التحضير بموجبها طوال الأربع شهور الماضية منذ اجتماعات بيل السويسرية. جرى تحضير طويل للأجندة، وتنقل ولد الشيخ بين العديد من عواصم العالم وأخذ موافقة الحكومة والرئاسة اليمنية، وأخذ موافقة الدول الخمس الأعضاء، وأخذ موافقة دول مجلس التعاون الخليجي، وذهب إلى صنعاء وأخذ موافقة الإنقلابيين، وقال هو صرح بذلك حتى وإن تراجع، ولا نظنه يكذب، بل هم الذين يوافقون ويكذبون كما حدث بالأمس، وافقوا ثم اليوم بدأوا يماطلون. نعم. من جديد. والبعض أستاذ نصري يرى بأن هذا الإطار هو تهربا من النقاط الخمس وإدماجها فيها بغرض تمييع وتنفيذ هذه النقاط، كيف رأيتم أنتم هذا الإطار ووافقتم عليه؟ لا نستطيع أن نشكك في أي نوايا الآن. كل ما طرحه المبعوث الدولي
لا متفق عليه. والمزيد من التأكيد، البيان مجلس الأمن، البيان الرئاسي اللي صدر عن مجلس الأمن قبل أمس الليل يؤكد على الالتزام بالقرار 2216 وبالتراتبية وبالجدول الزمني وغير ذلك من نعم. الموقف واحد بين الحكومة والمبعوث الأممي والمجتمع الدولي نعم. وأشكائنا في التحالف العربي ومجلس التعاون الخليجي. نعم أستاذ نصر، السؤال الأخير، هل أنت متفائل بأنكم ستعودون من الكويت بالسلام وستنتهي الحرب في اليمن؟ نحن نجبر أنفسنا على التفاؤل لأننا لابد أن نفتح أبواب الأمل، لكن يعني تفاؤلنا مبني على أن يعود يعني إخواننا وأشكاؤنا الذين بغوا علينا أن يعودوا إلى رشدهم. في الأخير هم شركاء معنا في الوطن، ليس هناك نوايا لاستبعاد أحد، لكن عليهم أن يدركوا أن اللعبة انتهت وأن المجتمع الدولي جاد في إعادة الأمور إلى نصابها وعودة الحكومة الشرعية وإنهاء الانقلاب، ونأمل أنهم يستوعبوا هذه الحقائق ويتعاملوا معها بواقعية ومنطق صحيح. الأستاذ نصر طه مصطفى، رئيس الفريق الاستشاري لمشاورات الكويت والمستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، شكرا جزيلا لك. أعود إلى ضيفي أيضا من الكويت مع الصحفي السيد يحيى ثلاء. أستاذ يحيى، إذا عدنا لك من جديد، البعض يتحدث بأن الميليشيا تبحث من خلال هذه الاستراتيجية في المماطلات أن تحصل على تنازلات أخرى، هل تعتقد بأن الحكومة أو المجتمع الدولي سيساعد في يعني إبداء أي تنازل للميليشيا خارج عن إطار النقاط المتفق عليها وخارج عن إطار القرار الأممي 2216؟ أكبر تنازل أخي قدمته الحكومة الشرعية هو الجلوس على طاولة مفاوضات مع انقلابيين في الوقت الذي ينتصر فيه اليمنيين مقاومة شعبية ويتشكل جيش وطني في أنحاء البلاد. تحقق طيلة الأشهر الماضية انتصارات أصبحت أكثر من 70% من الأراضي اليمنية خارج سيطرة الحوثيين، أغلبها وإلى حد كبير تحت سيطرة الشرعية. والقوى الإرهابية الأخرى الزميلة والمشتركة مع الحوثي في تدمير اليمن مثل القاعدة بدأت تخطر أيضا في المكلف وغيرها نعم. وبالقدر الذي تضرر الحوثيين من ذلك. التنازلات تم تقديمها كثيرا، على الحوثيين اليوم أن يدركوا أنه يجب عليهم أن يعودوا إلى مواطنين صالحين. نراهن قبل كل شيء على إرادة الشعب اليمني في إنهاء الانقلاب. نعم، الآن البعض يتحدث بأن هناك مثلا وفد الميليشيا، عدم وجود رؤية بينهم وبين أيضا يعني حليفهم في هذه المفاوضات هي أيضا سبب في عدم التعجيل في الدخول بمشاورات حقيقية، كيف ترى هذا الطرح السديح؟ تقصد معظرف صالح؟ نعم. بالتأكيد هناك نشوة غرور كبيرة لدى أعضاء الوفد الإنقلابي من طرف الحوثي ويتعاملون بعنجهية، لكنهم يدركون أنهم جماعة منبوذة وغير محترمة وليست معترف بها أصلا، ليست حزب سياسي وليست دولة. لو لاحظت أمس في خلال لقائهم بأمير الكويت ضاعت النشوة التي كانوا يتمتعون بها، وتقدم رأس الوفد سيد عارف الزوكا أمين عام المؤتمر حاليا والمحسوب على المخلوع صالح، مما يعني ان هؤلاء يدركون بانهم جماعه غير شرعيه نعم. غير معترف بها عند احد ولا يمتلكون اي سفر رسميه نعم. في مقابل نعم. الشرعيه الشكليه التي يتمتع بها نعم. بقايا المخلوع صالح. امام ما طرحته استاذ يحيى، اذا لماذا لا يشرع وفد المؤتمر الشعبي العام وهو حزب سياسي كما تحدثت عنه، ويعني يتخذ موقف في الشروع بتنفيذ القرار الاممي واتخاذ خطوه الى الامام من اجل على الاقل تتعرى الميليشيا اكثر امام المجتمع الدولي وانهم هم من يحاولون احباط هذه المفاوضات؟ علي عبد الله صالح جزء من ميليشيا اليوم، ليس مؤسسه دوله ولا يحق له ان يتحدث عن عوده شرعيه. هو متمرد مثل عبد الملك الحوثي نعم. انقلابي مثل عبد الملك الحوثي، الا انه يحاول التستر باشكال شرعيه، وايضا في نفس الوقت هو اجبل من ان يرفض قرارات الحوثيين يحكمه غلمان حوثيين في الكويت او في صنعاء نعم. علي عبد الله صالح اصبح يدرك جيدا انه ورقه احترقت وانه اصبح قفاز بيد الحوثي استعمله في المهام القذرة، والآن علي عبد الله صالح أجبل من أن يرفض ما يملي عليه أسياد الحوثيين وتحول إلى عكفي نعم.
إذن نعم إذن 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 أستاذي حسن، سؤال أخير، القرار الآن من خلال ما تحدثه بيد الميليشيا أولا وأخيرا، والرئيس المخلوع بات عكفيا لدى الميليشيا كما تحدث، إذن ما الذي يجب على الحكومة الشرعية من اتخاذ خطوات جريئة تجبر الميليشيا على تنفيذ القرار الأممي وسريعا؟ القرار بيد الشعب اليمني، والقرار بيد أبناء المقاومة الأحرار الذين يصبرون أيديهم على الزناد والذين يعطون المهلات. لا قرار إلا قرار الشعب، ولا والشعب فوض المقاومة الشعبية في استعادة كرامته واستعادة دولته. الحكومة الشرعية تحاول وتتناغم مع المقاومة في إعطاء الفرص أمام الرأي العام وأمام الضغوطات العربية والدولية لإعطاء الفرصة لينكشف الانقلاب. الحوثيون ليس بيديهم القرار، بيد الحوثيون الكرة في مرماهم لإتاحة فرصة لهم ليخرجوا بأقل خسارة، لكنهم يبدو غير موفقين لأن يتصالحوا مع الشعب أو بأن يأخذوا فرصة أخيرة. أشكرك جزيل الشكر الصحفي الأستاذ يحيى الثلاية، الوفد الإعلامي المرافق لوفد المفاوضات الحكومي في الكويت، شكرا جزيلا لك. أيضا ينضم إلينا الآن من دبي المحلل السياسي السيد علي الزكري. سيد علي مساء الخير. مساء النور. سيد علي، إذا تحدثنا يعني كما تعلم مرة أخرى يتراجع وفد الميليشيا عما تم الاتفاق عليه، هل تعتقد أنه مع كل هذا الإصرار على إفشال المحادثات لا يزال هناك أيضا فرصة حقيقية للتوصل إلى حل؟ يعني هو ما يقوم به وفد الميليشيات هذا أمر طبيعي وأمر متوقع، يعني ومن كان ينتظر غير ذلك فهو واهم. نعم. تحدثنا من البداية أنه هؤلاء القوم ليسوا جادين لا في المفاوضات ولا في البحث عن سلام ولا حتى في البحث عن مخرج لأنفسهم أولا قبل البحث عن مخرج لليمن وللوطن. هم لا يعنيهم الوطن، لديهم أجندتهم الخاصة التي تملى عليهم، وهم مجبرون على السير في هذا الطريق الذي سيقودهم وسيقود البلاد إلى التدمير. للأسف الشديد يوما بعد آخر تتكشف هذه الميليشيا أمام الشعب وأمام المجتمع الدولي. المفروض الآن على المجتمع الدولي أن يكون له كلمة، وأنا أعتقد أنه هذه مفاوضات الكويت هي الفرصة الأخيرة، إما أن يكون هناك سلام حقيقي والخروج بحل حقيقي لينهي الأزمة، أو أن يطبق المجتمع الدولي قراره 22/16 تحت البند السابع. وهل برأيك الميليشيا تدرك بأن مفاوضات الكويت هي فعلا الفرصة الأخيرة ولن تعطى أي وقت آخر أو مفاوضات أخرى من قبل المجتمع الدولي؟ بغض النظر عما إذا كانت تدرك أو ما تدرك، هي كما قلت يعني لا تملك قرارها، وبالتالي من يملك قرارها إذن أستاذ علي؟ من يملك قرارها؟ نحن جميعا نعلم أنه كل ما تقوم به الميليشيا يأتي من طهران وتملى عليها قراراتها، وحديث اللقاءات بين العسكريين في الإيرانيين مع هذا الوفد في مسقط ليس بغريب وليس بخاف على أحد، يعني ودائما ما يطلبون الوقت للتشاور مع من يتشاورون، بالتأكيد ليس مع الداخل. نحن نعلم ذلك، شاهدناه في سويسرا ونشاهده الآن، وشاهدناه خلال مراحل طويلة من التفاوض حتى قبل هذه الحرب. نعم. لذلك أنا أعتقد أنه المجتمع الدولي الآن ينبغي أن يكون قد أدرك أنه الحكومة الشرعية والقوى السياسية اليمنية جادة في البحث عن سلام، وهناك هذه الميليشيا الإنقلابية بالفعل ليست جادة، وهي تستغل كل ما أعطيت فرصة، كل ما أمعنت في طلب فرصة أخرى وفي نعم. سير بالبلد نحو المجهول، وعليهم أن يطبقوا الآن قرارهم. نعم. والد الشيخ سيد علي قال أنه تم الاتفاق على مخرج جيد وفي إطار المفاوضات التي حددوها بالأمس وتم الاتفاق عليها، هل ترى بأن هذا الإطار هو فعلا مخرج جيد للمفاوضات أم هو التفاف على تنفيذ النقاط الخمس كما يرى البعض؟ أنا لا أدري عن أي مخرج يتحدث ولد الشيخ ولا عن أي فرص حقيقية. نحن لنا أن نقيم ما يدور على الأرض، ما يدور على الواقع السياسي على طاولة المفاوضات. الواضح جدا أنه ليس هناك من اختراق، ليس هناك من تقدم. هناك عندما يضغط الوفد الميليشيا يقر أو يلتزم ببعض التعاقدات، ثم يأتي بعد ساعات لينقض ما تعهد به وما أقره، وبالتالي لا أعتقد أنه من المجدي أن نستمر في هذه نعم.
سيد علي، كما تعلم ولد الشيخ دائما في مؤتمراتها الصحفية يخرج ويعبر بأن أجواء المباحثات إيجابية وأن هناك تقدما ومبشر بإنفراجة قريبة، كيف تعلل هذه التفسيرات التي دائما ولد الشيخ يصرح بها ويحرص على أن يقولها للعالم، وما هو على الواقع غير ما يتحدث عنه؟ يعني هو لا يملك إلا أن يقول مثل هذا الكلام، هو رجل دبلوماسي ويتحدث لغة الدبلوماسية، ولغة الدبلوماسية تبقي على جميع الأبواب مفتوحة، ودائما ولد الشيخ يحاول أن ينسب أو يخترق إنجازا لشخصه أولا وللمهمة التي أوكل بها ثانيا، ولو بعد بالكلام. يعني حتى عندما كان للوفد الإنقلابيين في صنعاء وكان يرفض الحضور إلى الكويت، كان ولد الشيخ يتحدث بإيجابية وتفاؤل كبير، يعني هو لا يملك غير هذه اللغة. نعم، أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي السيد علي الزكري، كنت معنا عبر الهاتف من دبي. أيضا الشكر للمستشار الوفد المرافق لرئيس الفريق الاستشاري لوفد الحكومة في مفاوضات الكويت، ومستشار الإعلامي رئيس الجمهورية السيد نصر طه مصطفى، وكذلك الشكر أيضا للصحفي المرافق للوفد الحكومي في مفاوضات الكويت الأستاذ يحيى الثلاية، كما هي أيضا لكم، وتقبلوا تحيات فريق العمل في الإعداد كمال حيدرة، كما هي لكم مني. حتى الملتقى في حلقة جديدة من زوايا الحدث، حفظكم الله والوطن، في أمان الله.